بروح اجيب لي قهوه. تبين اجيب لك معي؟ لا استاجرت. وين رحتي؟ توقعتك راح تجيبين قهوه. لا هذا واحد من الجمعية يبيني أخلص له شغلة جاي هنا. ما قدر ينتظر هالشغلة لبكرة؟ زينة وش هالكلام؟ ما تعرفين ظروف الناس أنتي؟ مسكين يعني لازم أخلصها الحين. صادقة. طب على الأقل كان أخذت عبد الرحمن معاك بدل ما هو وقف قدامي مو على بعضه. بيموت بيعرف أضحتي. إيش تقصدين؟ ما فهمت. واضحة نوف. أقول لك قدامي مرتبك الولد. ما فهمت. يمكن يحبك مثلا. ايش اللي يحبك؟ ايش الاوهام هذه؟ ترى عبد الرحمن مثل اخوي، لا حد يسمعك. بس خالي جاي. لا بنحكي بعدها بتشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. وجودكم في هذا المكان وهذا الوقت ترى ما منه فايدة. وما بكلامي كلام الدكتور. فهمت خالي، بس ما حنروح. يكفي انها بتصحى ما حتلقى اخواني موجودين. تبغى حنا بعد نتركها؟ انكم الان في عالم ثاني، يعني ما بتحس باللي حولها. فوق هذا ما ندري متى تسحب. خالي انت مخبي علينا شيء. الدكتور قال لك كلام غير اللي نعرفه؟ ابد، نفس الكلام اللي تعرفونه. الدكتور يقول دام حالته مستقرة والأجهزة شغالة والأمور طيبة بإذن الله. يلا قوموا خلونا أوديكم معي. يلا امشوا. يلا يا حبيبي. العافية العافية. اطرح ما يسري يمري حبيبي. ريح شوي بليز، والله تحتاجين الراحه. وبطلي تفكير خلاص، لا تطلع كئيبه زيك. الحين انا كئيبه؟ مو كئيبه يعني، بس مو قصدي والله، بس انه مرات يعني تكونين كئيبه شوي. الله يسامحك. لا حول، تقلبها دراما الحين. والله مو قصدي، بس ابيك تريحين. بس ما راح تنام. راح انام وراك، بس تغيير المكان شوي ملخبطني. طيب لا تطول. اوكي ان شاء الله. يلا صباح الخير. انت من اهلا. خذهم كلهم. انت ليه الحين ما نمت؟ ما جاني نوم، قلت اخلص كم تركيبه عندي عشان ابيعها بكره ان شاء الله. خلص في الصبح، الحين تعال ريح. ما ظنيت قاعد فيها راحة يا عيد. عشان خاطري. تعال ريح شوي، يلا قم. زين يلا جاي الحين. خلاص استناك تاخذ.